الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللي أنا بحييها طبعا مرة تانية على أيضا أنه ولادنا لازم يجوا، ولادنا لازم يشوفوا بلدهم بتعمل إيه، لأنه طبعا ده بيبقى دور مهم جدا أنهم يتعرفوا على ما تقوم به الدولة المصرية. أولا سيادة الوزيرة مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أولا تحياتي لحضرتك. نتكلم مبدئيا على لقاء دولة رئيس الوزراء مع قداسة البابا توادرس وبحضور حضرتك مع شباب مصر أيضا اللي موجودين في الخارج، كلمينا عن اللقاء وأهم ما جاء في لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تمام يا فندم. هو الحقيقة اللقاء ده لقاء غاية الأهمية، ده إحدى المشروعات التعاون اللي بتتعاون في وزارة الهجرة مع الكنيسة القبطية من خلال تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي. دي النسخة الثالثة من هذا المؤتمر، وهو مؤتمر اسمه لوجس، ومؤتمر لوجس ده اسم قبطي، يعني باسم قبطي للمقر الباباوي في دير الأنبابشوي في وادي النطرون، اللي هو المكان اللي بيتم تنظيم معرض كمان فيه لهذا المؤتمر. المؤتمر هدفه هو ربط شباب المغتربين المصريين بوطنهم الأم. نعم. الحقيقة نجحنا السنة دي، والكنيسة القبطية نجحت في إن هي تجمع من بين أو تختار من بين 1000 شاب، بتختار 200 شاب لزيارة مصر. بعضهم لم يزورها من قبل، دي الزيارة الأولى بالنسبة له. بعضهم يعني كتير منهم الحقيقة أهلهم نجحوا في إن هم يكسبوهم اللغة العربية وما زالوا يتحدثوها بطلاقة، وبعضهم يعني العربي عنده بعافية، فهو اكسايتد أساساً وشاعر يعني بدهشة في إن هو في وجوده في مصر. والدهشة الأكبر يا فندم اللي هو بيشعر بيها إن هو التغطية الإعلامية في كثير من الصحف ووسائل الإعلام الخارجية عن مصر تغطية سلبية، بتتحدث عن الحرائق، عن التفجيرات، بتتحدث عن الأزمة الاقتصادية، بتتحدث عن أشياء الشباب، وهم شباب متميزين، 200 من الشباب المتميزين اللي موجودين في مصر فوجئوا وذهلوا بكم التقدم اللي حاصل في مصر، المشروعات العملاقة، الجمال اللي موجود في مصر، في سواء من الناحية التراثية ومن الناحية التاريخية أو من الشواطئ الجميلة، المشروعات العظيمة زي المشروع بتاع مدينة العالمين اللي هي في 2017 ما كانتش موجودة أساسا. صحيح. حضرتك احنا صحيح. يعني في عدد محدود من الأعوام يعني فجأة بقى هذا المعمار العظيم. بعض شباب مهندسين يعني قالوا، كانوا بيسألوا معالي رئيس الوزراء ازاي انتوا عملتوها، ازاي يعني ازاي مدينة يعني تنشأ من عدم في عدد سنوات. عدد سنوات قليل من 2017 لحد دلوقتي، يعني 5 سنوات بقى في مدينة بزيها بكامل عدتها. رد رئيس الوزراء ايه؟ رد رئيس الوزراء هي الرغبة في التقدم، الرغبة في تحقيق المستقبل، الرغبة في ان احنا نقف على رجلينا ونثبت للعالم إن المصريين ما زالوا بنفس القوة وبنفس القدرة. الرغبة في البحث عن المستقبل، إن صحيح في 2017 كانت صحراء المنطقة اللي انتوا فيها، مش بس كانت صحراء حضرتك، كان في ألغام في الأرض من أيام الحرب العالمية الثانية، وإحنا في 2017 قررنا إن إحنا نحلها إلى هذه المدينة العظيمة. نظفنا الألغام اللي موجودة ومخلفات الحرب العالمية الثانية، وابتدينا ننشئ حكومة ومقار للحكومة بحيث ان احنا نجذب الجميع الى هذه البقاع العظيمة، وابتدينا ان احنا يعني نؤسس لموانئ، لمطار، لندفع بان يبقى فيه سياحة، وان السياحة دي تبقى مستدامة، وان الناس تعيش على مدار السنة، ما يبقاش بس سنة شهرين ويروحوا القاهرة، لا، ييجوا ويعيشوا. وفرنا إسكان لمختلف الطبقات، احنا بنتكلمش على إسكان بس للأغنياء، بنتكلم على إسكان للعائلات المتوسطة، إسكان لمحدود الدخل، إسكان بحيث ان هي تبقى مدينة متكاملة.
رئيس الوزراء طلب ايه من الشباب المصريين؟ طلب منهم ايه؟ رئيس الوزراء طلب نفس اللي طلبوا قداسه البابا شنوده، ان هم يكونوا سفراء لمصر حقيقيين. هذا قداسه البابا توادر. نعم. طبعا انا اسف جدا. اتفضل. ان هم يكونوا سفراء حقيقيين لمصر، ان هم يثبتوا الحقائق من خلال صور وهاشتاج يتكلموا على مصر. نعم. يتواصلوا من خلال الجروبات بتاعتهم اللي موجودين فيها على السوشيال ميديا. ان هم يتكلموا ويوضحوا الحقائق، لان الحقائق يعني بتوه في المكس. نعم. الولاد كمان كانوا مهتمين، مش بس اهتمامهم باللي شافوه. نعم. واهتمامهم بان ازاي الصورة مغلوطة كده عن مصر. ابتدوا يسألوا في ادق التفاصيل. نعم. احنا عايزين نعرف انتوا بتعملوا ايه علشان تتغلبوا على الجوائح الاقتصادية والجوائح الطبية زي الكوفيد 19 والاقتصاد اللي بيعاني منه العالم نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية. الناس بتعاني ولا لأ؟ طيب الطب عندكم شكله إيه؟ طيب الأدوية شكلها إيه؟ طب انتوا في المشروعات العظيمة اللي انتوا بتعملوها دي هتحتاجونا؟ هتحتاجونا بخبراتنا ان احنا نيجي ونساهم في هذا البناء وهذه التنمية اللي انتوا بتعملوها؟ ولا انتوا مش محتاجيننا؟ طيب نتواصل ازاي؟ الاجابة كانت ايه؟ الاجابة الحقيقة طبعا يعني. نعم. احنا بنحتاج كل ابن وابنة لينا في الخارج، ومحتاجينهم. ونفس المشروعات دي، احنا المشروعات دي في مصر الجديدة احنا بنحاول ان احنا نستغل كافة اشكال قوتنا الناعمة. نعم. كبير وصغير، شرق وغرب، من داخل مصر او من خارجها. هل اطلعهم على التحديات اللي بتواجهنا، بتواجه الدولة المصرية وتواجه الشعب المصري؟ اطلعهم؟ طبعا. احنا اتكلم السيد رئيس الوزراء، اتكلم بحرية شديدة، واتكلم فتح قلبه، واتكلم على كل ما يعن للاولاد من موضوعات، واتكلم على التحديات، اتكلم على برامج الاسكان الاجتماعي. احنا كمان عندنا مشروعات نموذجية. نعم. يعني كل المشروعات اللي احنا عملناها اللي هي بتؤدي الى التكافل، بتؤدي الى انها بتكفي محدودي ومتوسطي الدخل ان هم يسكنوا بتكلفة منخفضة وبتمويل ميسر. اتكلم على الحكومة بتقدم ايه للشعب المصري وبالاهتمام. اتكلم على ازاي الحكومة المصرية بتتعامل مع ازمة التضخم العالمية. البنك المركزي بيعمل ايه علشان ان هو يتخطى هذه المرحلة السوداء عالميا من غير ما يؤذي المواطن وعيشته. يعني الكثير من الموضوعات تم الحديث فيها بمنتهى الحرية وبمنتهى يعني بقلب مفتوح تماما. طيب سيادة الوزير، كان في جولة بعد كده مش كده؟ جولة في جولات. جولات. نعم. يعني بعدها حصلت جولة في مدينة العالمين. الشباب راحوا زاروا المدينة التراثية. ودي مدينة رائعة في داخل العالمين. وفيها مسجد جديد رائع، وفيها كنيسة برضو عظيمة جدا. وفيها الكثير بقى من المباني والمقار والممشى المسلة مفروض انها نقلت اليها وبيتم ترميمها علشان اقامتها. واضح ان هو هيبقى مشروع عملاق وفي نوع من انواع الترفيه من غير فلوس للناس، بحيث انها تنبسط وتتمشى وتستمتع من غير كلفة. بصراحة سيادة الوزيرة، انطباعات الشباب بعد لقاء دولة رئيس الوزراء، بعد لقاء قداسة البابا توادرس، بعد ما عملوا الجولة، انطباعاتهم ايه بعد كل ده؟ انا الحقيقة مش هقول لحضرتك انطباعات، انا بيتهيالي ان في فيديوهات لايف موجودة على السوشيال ميديا. الولاد بيقولوا، في منهم بيقولوا احنا ما شفناش هذا الجمال ولا حتى في البلاد الجميلة اللي احنا عايشين فيها. يعني هذا اجمل من خيالنا. انتوا ازاي يعني كل هذا مش باين وواضح للعالم. احنا عايزين نساعد في اظهار الحقائق،
للعالم والحقائق اساسا لناسنا اللي موجودين هناك اللي مش عارفين. فلا هي اكثر من انطباعات، هو حماس، وهم الحقيقه حسسونا بان هم سفراء حقيقيين لمصر، وان احنا يعني هيتم استخدام قوتنا الناعمه بشكل يعني لمصلحه البلد اللي هي اساسا حريصه على مصلحه ابنائها. سيادة الوزيرة، أولا كل التحية لحضرتك وبشكرك مرة تانية.